السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. تسريبات واخبار تقنيه كل يوم ثلاثاء، وادري انه بالثلاث اسابيع اللي راحت انقطعت هذه السلسله، ولكن اللي كان متابعني يعرف انه كان عندي تعديلات في الاستوديو، لذلك ما كنت اقدر اصور بشكل مستمر. عموما رجعنا وياكم، وعناوين هذه الحلقه ايفون اس اي 2 وتسريبات وفيديوهات مثيره، ايضا صور كثيره لهواتف هواوي القادمه، بالاضافه الى صوره لهاتف اتش تي سي يو 12 بلس. نبدا اولا من الصين، وتحديدا مع اوبو اللي اعلنت رسميا عن هاتف الار 15، واللي يقع تقريبا في اعلى هواتف الفئه المتوسطه، ولكن هذا الهاتف الى علاقه قويه قد يكون مع الون بلس 6، بحيث نعرف انه ون بلس تعتبر فرع من فروع اوبو، لذلك اغلب تصاميم ون بلس مقتبسه من تصاميم اوبو. الزبده من هذا الكلام انه هاتف الار 15 الجديد قد يحاكي في تصميمه الى حد بعيد هاتف ون بلس 6 القادم هذا العام. عموما الار 15 ياتي بتصميم من الزجاج وحواف من المعدن، وايضا يحمل النوتش في اعلى الشاشه وحافه سوداء في الشريط السفلي. عندك معالج الهيليو بي 60 وايضا 6 جيجا بايت رام، وايضا كاميرتين من الخلف، واحده 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7 والثانيه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، وبالتاكيد هذه الكاميرات راح توفر ميزه البورتريت. عموما الهاتف يملك بطاريه 3450 ملي امبير وتدعم الشحن السريع، ولكن الغريب انه يملك منفذ المايكرو يو اس بي، وصراحة مستغرب من اوبو انها ما ابخلت باي شيء تقريبا على هذا الهاتف الا في هذه النقطة. عموما هذا الهاتف راح يكون متاح في الصين بسعر $475، لكن مو هذا المهم، بل المهم هل فعلا هذا هو شكل الون بلس 6 اللي راح نشوفه في الاشهر المقبلة، خصوصا انه بعض الصور تسربت تأكد على انه الون بلس القادم او هاتف ون بلس القادم راح يكون في نوتش في اعلى الشاشة. نتحول الى ابل، بحيث هذا الاسبوع تسربت بعض الفيديوهات والصور اللي تتكلم على انه ابل تستعد لاطلاق ايفون اس اي 2 في الاشهر المقبلة. عموما احنا في 2016 شفنا انه ابل اطلقت الايفون اس اي، واللي كان عبارة عن شاصي الايفون 5S، ولكن مع تحديث في المعالج والكاميرا. ولحد الان ابل لم تقم بتحديث هذه الفئه، ولكن اليوم التسريبات تتكلم عن هذا الموضوع، بحيث انتشر هذا الفيديو على اساس ان الايفون اس اي 2، ولكن بالتاكيد ليس هذا هو الايفون اس اي 2، والاسباب كثيره، منها وجود كاميرتين على هاتف المفروض انه يكون رخيص، وهذه مو سياسه ابل ابدا، وتصميم مشابه للايفون 10، ونلاحظ وجود النوتش والتعرف على الوجه، وكل شيء غالي وجديد من تقنيات ابل، وهذه بالتاكيد ليست سياسه ابل ابدا، بحيث المفروض انه يكون تليفون رخيص، لذلك ما اتوقع انه تكون في هذه الاشياء الغاليه. ايضا تسربت هذه الصور الغريبه واللي توضح مجسم بنوتش من الاعلى وبصمه في الاسفل. موضوع الايفون اس اي 2 لحد الان غامض، وفي الايام والاسابيع المقبله بالتاكيد راح نعرف هل هناك فعلا ايفون اس اي 2 من ابل ام لا. نتحول الى هواوي، واللي تستعد يوم 27 هذا الشهر للاعلان عن هواتفها الرائده من فئه البي 20 والبي 20 برو، واللي تاكدنا من اسمائهم في الاسابيع الماضيه. عموما ابرز الاختلافات بين البي 20 والبي 20 برو راح تكون في الحجم، وتواجد ثلاث كاميرات من الخلف على نسخة البي 20 برو، والصور تتسرب يوميا وبشكل كبير عن هذه الهواتف، بحيث تقريبا صرنا نعرف الشكل النهائي. هذه الهواتف راح تحمل النوتش في الشق العلوي، وفي الأسفل حافة واضحة تحتوي على بصمة بشكل مستطيل، وهذا التوجه غير جميل أبدا من هواوي، اللي تصنف من الشركات اللي لها شخصية في تصاميم هواتفها، وتحديدا في آخر ثلاث سنين. حتى من الخلف شكل الكاميرات مشابه للآيفون X، وهذا واضح جدا. عموما آخر الصور المسربة عن هذه الهواتف أمامكم، وتوضح كل الكلام المذكور، وأيضا حسب ما تم التسريب أنه قد تحمل هذه الهواتف ميزة تصوير الفيديو السلو موشن بعدد إطارات عالي، كما شاهدنا في الاس 9 والاس 9 بلس وهواتف سوني. اما بالنسبه لاسعار هواتف البي 20 والبي 20 برو، فقد تتراوح بين 750 الى $650. بالتاكيد راح تركز هواوي على موضوع الذكاء الاصطناعي وبعض الاضافات الاخرى، ولكن صراحه انا زعلان جدا، لانه هذا مو توجه هواوي وشخصيه هواوي اللي شفناها في اخر ثلاث سنين، وتحديدا من ناحيه التصميم.
نختم هذه الحلقة مع تسريبات HTC، بحيث نشر المسرب الشهير إيفان بلاس على حسابه في تويتر صورة لما قد يكون عليه هاتف HTC U12 Plus القادم. وصراحة الصورة أول ما شفتها إجا في بالي تصميم هواتف LG V20 والV30، تصميم الكامرتين بشكل عرضي والبصمة المدورة في الظهر. عموما الخبر كان على أنه HTC راح تقوم بتزويد هذا الهاتف بمعالج 845 سناب دراجون الأحدث والأقوى، وأيضا راح يحمل ميزة التعرف على الوجه. وإذا أركز شوية بالصورة فالواضح أنه HTC راح تضع كامرتين من الأمام في هذا الهاتف. طبعا لحد الآن موضوع استغلال الحواف واضح أنه ما راح يكون بشكل كامل في واجهة الهاتف. عموما الغريب أنه HTC ومع كل هذه المواصفات والكاميرات الأربعة قد تبقى على استخدام شاشات LCD وليس OLED، وهذا الشيء بالتأكيد ما راح يكون مرحب به في هواتف الفلاكشيب 2018. لحد الآن ماكو أي معلومات مؤكدة عن موعد الإعلان عن هاتف HTC القادم، لكن بالتأكيد في الأسابيع القادمة راح نتأكد من صحة هذه الصور والمعلومات. في نهاية الفيديو لا تنسوا تتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أكيد كل الرابط راح تكون أسفل الفيديو، وبالتأكيد فعل زر الإشعارات حتى توصلك الفيديوهات أول بأول. تحياتي، أخوكم حمد الحداد، وفي مان دار.